السلام عليكم الدريات متتبعات قناة وصفات الزهرة الوردية. نتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير سلامات غانمات يا ربي. في هاد العواشر اللي عندها شي أمنية في خاطرها الله يحققها لها يا ربي، زواج اللي عندها شي مشاكل الله يفكهم لها يا ربي. المهم قبل ما نبداو الفيديو ديال اليوم باش ما نطولش شي عليكم بزاف، غنخلي لكم واحد ست القنوات في صندوق الوصف ديال واحد الولية الله يسهل عليكم، حتى هي راه كدعي معاكم بكل قلبها، قالت لي الله يسهل على البنات ويسر لهم أمورهم يا ربي. كطلب منكم طلب وحيد انكم تمشوا عند القناه وتشتركوا عندها، وراه عندها بزاف ما تقول في الوصفات الطبيعيه وبزاف تاع الامور. عافاكم الدريات ديروا على وجهي وسيروا اشتركوا عندها في القناه. لذلك نبداو دابا الفيديو، غنخلي لكم القناه ديالها في صندوق الوصف، واي وحده الدريات بغاتني ندعمها في القناه ديالها في سبيل الله ما كاين حتى مشكل تقولها لي في التعليق، والفيديو الجاي نحط القناه ديالها. المهم البنات، جبت لكم اليوم واحد الفيديو مطرطق، يعني واحد التهييج واحد الطاعه واعره بزاف، يمكن المراه ديرها لراجلها، يمكن الام ديرها لولادها، يمكن ديرها لاي شخص يعني عندك معاه مشكل، راه غيجي عندك يعني مدلول وغيجي يطلب منك السماحه، ويعني غتبدل يعني بشكل كلي. ولا عطيتها لواحد صديقتي الجزائريه، واحده من متتبعات القناه، عطيتها ليها والله العظيم الا نجحت مع الدريات. وراه قالت لي تصدمت، قالت لي كنت انا مع بوركابي ديالي في الفيسبوك وبلوكاني، قالت لي درت خدمتي قد وصفه، قالت لي راه وليتي غير كنضحك من راسي، قالت لي خدمتي هاد الوصفه، قالت لي فاش شويه حيدي بلوك، وشافني كنهضر مع الناس في التعليق وكنضحك، اللي شافو كيبلوكي. قالت لي واش كيطلب مني السماحه، قالت لي راه تصدمت فيه. وفعلا هاد الوصفه البنات راه واعره للطاعه العميه وسهله وبسيطه، يعني المراه اللي مخاصمه مع راجلها، ولا البنت اللي مخاصمه مع صاحبها، ولا البنت اللي مخاصمه مع خطيبها، ولا الام ديال الولاد، ولا اي شخص نسيه يعني مخاصم معاك وبغيتي ترجعي العلاقه زوينه، هذه راه كطلع واعره وكتعلي فيه النار، يعني مطرطقه هيش. والمكونات ديالها دائما متواجده في اي بيت عربي. يعني بسبب هذا الحجر الصحه الدريات، فبزاف تاع البنات كيقولوا دابا العطار مسدود، كي غندير انا باش نلقى المكونات، مع كاين بعض الوصفات اللي تخدموا بواحد المكونات اللي كاين عند العطار، كاين الويزا، كاين يعني بزاف ديال المكونات اللي كيتليازر، كاين بزاف تاع المكونات الحلبه، يعني بزاف تاع المكونات، يعني الوصفه الا ما درتيهمش في الوصفه ما كتصدقش ليك الوصفه. داكشي علاش كيطلبوا مني البنات، كيطلبوا مني عافاك اختي زهره الورديه، بدنا يعني وصفات بسيطه يعني سهله وبزاف تاع الامور. هذاك الشيء علاش البنات جبت لكم اليوم واحد الوصفه اللي سهله وبسيطه، كتديريها غير بالملحه ومفعولها رهيب. وكيف ما كتعرفوا بلي اي وصفه فيها الملحه عرفوا بلي خطيره بزاف. في الملحه هي مكون رئيسي ديال التهيج. واحد الحاجه نقول لكم الدريات، تفاعلوا معايا شويه في القناه باش دائما نجيب لكم الجديد، اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا بالجديد. ونبداو على بركه الله. اول حاجه البنات خصكم تعرفوها بلي الوصفه، هاد الوصفه كدار وانتي على طهاره، يعني كدير انتي على طهاره. وخصكم تعرفوا واحد الحاجه الدريات، ان الوصفه كاين بعض الوصفات اللي كتخدموا بطهاره، كاين الوصفات اللي واخا تكوني حائض كتخدميهم. وخصك تعرفي بلي ان الوصفه اللي كتكون على طهاره وكتخدميها انتي حائض راه ما كتخدمش ليك، ولا مثلا الوصفه اللي كتخدم نهار الاربعاء وكتخدميها انتي نهار الخميس راه حتى هي ما كتخدمش ليك. هاد الوصفه البنات كتخدم على طهاره، وانا كنت انتي يعني حائض صبري حتى تمشي منك يعني الحائض وخدميها حبيبتي. كيف ما قلت لكم كنحتاجوا في هاد الوصفه الملح، الملحة، وكنحتاج واحد الوريقه نكتبو فيها الاسم ديالك، اسم ديال حبيبك، اسمو اسم امو، يعني فلان ابن فلانه. والدريات اللي ما عارفينش سميت الام ديال راجلهم ولا ام حبيبهم ولا ام صاحبهم ولا ام داك الشخص اللي بيديروا ليه هاد اللعيبه، خصكم تعرفوا من واحد الحاجه كتقولي فلان ابن حواء الا ما كنتيش كتعرفي الاسم ديال الام ديالو. وكنحتاج واحد الوريقه اخرى كنكتبو فيها الاسم ديال اللي كنتي والاسم ديال الام ديالك، يعني فلانه بنت فلانه. مثلا دابا انت اسمك خديجه والاسم ديال امك عائشه، كديري خديجه بنت عائشه. هاد الوصفه البنات كتخدم وتي على طهاره على مدار الاسبوع، يعني الاثنين ولا الثلاث ولا الاربعه اللي عجبك، يعني انت اللي عجبك في ما كنتي مساليه ويعني ما كنتيش مشغوله عمليها، سواء درتيها نهار اثنين ثلاث الاربعاء الخميس السبت الحد، يعني ما عندك شيء مشكل. كنزل بنات ديك الملحه، المهم راه كنكثروا الملحه، انا قلت لكم غير شي شويه وصافي. كنديروا تصويرتك انت هي الاولى، سميتك انت هي الاولى، الاسم ديالك حبيبتي انت هي الاولى، وكديريه
وكتدفنيها البنات في الملح بحال هكا، وكديري عليه التصويرت ديك التصويره اللي كتبتو فيها الاسم ديال حبيبك. بعد ما البنات دفنا دوك جوج وريقات اللي فيهم الاسم ديالك واسم حبيبك، كتقربيهم البنات لفمك كتهزيهم بيديك اليمين، وعلى كتكوني انت على كتهز البنات هذاك الصحن اللي درتي فيه هاد الوريقات وكتدفنيهم في الملحه، وردوا البال البنات مزيان، كديري الورقه اللي فيها سميتك وكتدفنيها بالملحه، عاد كديري الورقه اللي فيها سميت بوركابي ولا حبيبك ولا صاحبك ولا زوجك اللي كاين. المهم البنات كتقربهم فمك وانت كتجهي للقبله، كتقولي بدون زياده ولا نقصان، سمعوني عفاكم، كتقولي بسم الله الرحمن الرحيم 51 مره، كتقولي بسم الله الرحمن الرحيم 51 مره، ما فيها لا زياده لا نقصان، باش تكونوا متفاهمين. المهم كيف ما قلت لكم كتقربوا داك الصحن الفم ديالكم وانتم متجهين جهه القبله ولا القبله يعني الجهه ديال الصلاه، وكبيدكم اليمين كتهزوا داك الصحن وكتقربوا لفمكم وكتقولوا 51 مره بسم الله الرحمن الرحيم 51 مره، وكتقولي سبعه المرات وجعلنا بينكم موده ورحمه، وجعلنا بينكم موده ورحمه سبعه المرات. بسم الله الرحمن الرحيم كنقولوها 51 مره، وجعلنا بينكم موده ورحمه كنقولها سبعه المرات. ملي كنقولوا هذا الكلام كنحيدوا دوك الوريقات اللي فيهم الاسم ديالنا والاسم ديال الحبيب ديالنا اللي بغينا نخدموا ليه هذه الخدمه، كنحيوهم وكنجيبوا البنات واحد الكاميله ولا شي كاسرونه ولا شي مقلات. المهم حاولوا البنات ديروا شي مقلات غارقه يعني تكون كبيره، ما انا هذه درت لكم غير هذه المقلات الصغيره. كتدسي البنات ديك الملحه كتحطيها في ديك المقلات، كتحطي البنات في ديك المقلات وكتشعلي لها النار، تكون يعني النار تكون مجهده، يعني النار تكون مجهده مزيان، وديك ديك الملحه يا البنات كتحرك، وديك الملحه البنات كتحرك، كتقولي البنات هذا الكلام غنخلي لكم في صندوق الوصف تبعوا معايا. والملحه كتحرك كتقولي اللهم كيف ما تحرقت هذه الملحه احرق قلب فلان ولد فلانه بمحبه فلانه بنت فلانه، يعني الاسم ديال حبيبك واسم امه واسمك انت واسم امك، بفلانه بنت فلانه حتى لا يهنأ له بال ولا ياكل ولا يشرب حتى ياتي لفلانه بنت فلانه. المهم الملحه وهي كتحرق الدريات نتوما كتقولوا اللهم كيف ما تحرقت هاد الملحه حرق قلب فلان ولد فلانه، يعني اسمك اسم حبيبك واسم امه، بمحبه فلانه بنت فلانه حتى لا يهنأ له بال ولا ياكل ولا يشرب حتى ياتي لفلانه بنت فلانه. ماشي بالضروره تقولها 20 مره ولا 30 مره، المهم حتى تحرق الملحه، يعني كتحرق الملحه. من بعد البنات فاش كتحرق الملحه اش كديروا؟ كتجيبوا البنات ديك كتجيبوا ديك الكاسرونه البنات اللي فيها الملحه محروقه كتحطيها تحت رجليك، يعني كتكوني البنات ديك ملي بغيتي هاد المرحله كتبغي ضروري انك تكوني يعني مقاده وكلشي، وما تكونش فيك شي رزمه في الجسم ديالك، يعني تحيدي الطوانقي اللي كنتي لابساهم، يعني فين ما كانت شي عقده شعرك تلقيه السوتيان تنحيه تحيديه، يعني ما تكونش فيك شي عقده في الجسم ديالك. كتحطي البنات ديال الكاسرونه تحت رجليك بحال هكا، انت هادو هما رجليك هادي هي الكاسرونه، كتكبي عليهم البنات الماء، كتكبي الماء كتكبي الماء وكتسمعي ديك تش، يعني كتسمعي داك التشنشين كيطلع معاك. ملي كتسمعي داك التشنشين البنات كتلوحي ديك جوج تصيورات، دوك جوج تصيورات مكتوب فيهم الاسماء ديال حبيبك ديالك وديال حبيبك، دوك جوج وريقات، وكتخليه مزيان تطلع معاك داك البخار كامل، يطلع معاك البنات كيطلع معاك داك البخار كامل. من بعد البنات كتهز البنات داك دوك جوج وريقات اللي فيهم سميتك وسميت حبيبك، حيت ديك الساعه صافي كيكونوا مع الماء يعني تفتتوا كامل، حيت عيدنا الوريقات فهمتوني، يعني كيكونوا تفتتوا كامل. من بعد البنات داك الماء والملحه كنكبوه، ما كنكبوش شي في المجاري المائيه، ما نكبوش شي في القوادس، حيت هاد الملحه مقري عليها قران، قرينا عليها بسم الله الرحمن الرحيم، وقرينا عليها وجعلنا بينكم محبه ورحمه، يعني هاد الماء اش غنديروا ليه؟ هاد الماء البنات اللي فيه الملحه كنكبوه في شي غرس، شي غرس الى عندنا في الدار نكبوه فيه، ولا الى خرجنا للزقه نكبوه يعني في شي بلاصه فيها شي وريضه ولا فيها شي غرس،
شكون هنا متفقين، راه والله العظيم الدريات راه غادي يتصدموا غادي يديروا تردوا لي الخبر، راه ضروري غيكونوا شي بنات اللي جربوا هذه الوصفه اللي عطيتها لهم في الواتساب وجربوها ونجحت معاهم وشكروني عليها بزاف. كيف ما قلت لكم بعد ما حرقتوا ديك الملحه كتجيبوا ديك الملحه تحت رجليكم مباشره كتكبوا عليها الماء وهي سخونه وكتقول ديك تش وكتلوحي دوك جوج وريقات اللي فيهم سميتك وسميت حبيبك. من بعد كتفوتي واحد جوج دقائق هكاك كتنحي دوك جوج تصاورات، يعني حيت اصلا كيكونوا تفتتوا صافي ما عندهم حتى شي دور، دوك جوج وراق كيكونوا تفتتوا في الماء وتخلي داك الماء حتى يبرد يعني كامل، وكتمشي تكبيه في الغرس. وهذا اللي تكبيه في الماء ديال المائيه، لا هذا الملح مقرع عليه كلام الله وغادي تصدمي البنات. نتمنى من ربي ان الوصفه تعجبكم وما تنساوش تشتركوا في القناه والله يسهل لكم اموركم يا ربي.